السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، حياكم الله وبياكم وأسعد الله لقاءكم بكل خير وسعادة وفرح وسرور، وألبسكم ثوب العافية وتاج العافية. مع أخوكم أبو عمر، معالج في مجال الطب البديل والرقية الشرعية بالقرآن الكريم والسنة النبوية. حياكم الله أحبابنا وبياكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بإحسانه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمكم بالصحة والعافية. اليوم يا احبابنا كما وعدناكم بفيديوهات سابقه نقدم لكم علاج باذن الله تبارك وتعالى جديد وفريد من نوعه ايضا ونافع باذن الله عز وجل كما وعدناكم يا احبابنا. وكثير ايضا يسالون عن العلاجات، واحنا بشكل مستمرين معاكم بشكل دائم، ننزلكم كل فتره فيديو يوم او يوم ويوم او يومين والثالث ننزلكم فيديو جديد باذن الله تبارك وتعالى. اليوم يا احبابنا نقدم لكم علاج تقويه جهاز المناعه. جهاز المناعة كثير من الناس أحبابنا يحتاجون إلى هذا العلاج، فشارك أخي الكريم الفيديو حتى تنتشر الفائدة بين الناس وتعم الخير أيضا للناس، وكذلك الأمر أحبابنا الكرام تكون أنت السباق للخير وأنت السبب لإيصال هذا العلاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علاج تقوية جهاز المناعة، نجيب كيلو عسل يا أحبابنا، نضيف عليه من القسط الهندي ناعم مقدار 25 غرام، ومن العكبر أيضا ناعم مقدار 25 غرام، وكذلك الأمر من الجنسنج ناعم 25 غرام. تخلط المواد على كيلو العسل. طريقة الاستعمال، يؤخذ من العسل مقدار ملعقة وسط قبل الفطور بساعة، وقبل وجبة العشاء بساعتين، وقبل النوم أيضا بساعة، ويخلط جيدا قبل كل استعمال. زيد على ذلك أخي الكريم علاج آخر، أكثر من المكسرات النية الغير محمصة والغير مملحة، أكثر من أكل الجوز واللوز والكاجو والفستق والبندق، الني الغير محمص والغير مملح. ويفضل أيضا أخي الكريم بارك الله فيك، من شان جهاز المناعة أيضا يرتفع، من عدا العسل والأعشاب اللي ذكرناها، القسط الهندي والجنسنج والعكبر كلها مواد طبيعية. ضف على ذلك أخي الكريم كل يوم تجيب نصف كوب حليب ساخن جدا، وتضيف عليه ملعقة وسط من العسل الطبيعي، وتضيف عليه ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة، وتخلط وتشرب مرة أو مرتين، مرة واحدة تكفيك ومرتين يكون أفضل، ويصلح للأطفال وللصغار للكبار عفواً يصلح للكبار والصغار والنساء والرجال على حد سواء يا احبابنا بارك الله فيكم. اكثر اخي الكريم ايضا من الفواكه والخضروات والعصائر الطبيعيه. نتمنى لك اخي الكريم اخت الكريمه بالشفاء العاجل والمتابعين الكرام السعاده الابديه. حياكم الله وبياكم مع اخوكم ابو عمر في مجال الطب البديل، ونوعدكم ان شاء الله نقدم لكم ايضا فيديوهات جديده ان شاء الله في مجال جديد وفي علاج جديد ان شاء الله. شارك أخي الكريم الفيديو حتى تعم الفائدة للناس وتكون من المأجورين، والأجر لك ولوالديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديوهات جديدة، حياكم الله.